ما شاء الله، واحنا بلغني 10 سنوات قصة الأنبياء ونودي الشيخ صلاح مالنت أربعة إيو قميستا بعد مركز هاي فور سنترال تمكا شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المغرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ودرس جاني شناد ودروستي مسلسل كهيت أو كساب سنيد قصص الأنبياء. درسي جاءنا مانتا والنبي الله الصالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نبي صالح وحو كمدها وقبيل كيسوها قوم ثمود. نسب كيسو وحو قلابة لإرادة سام بن النوح، وحو قمدها أنبيادي يعني أولادي نبي النوح يعني فرع عادي أيو قمدها. نبي الله صالح قرآنك إلى سقال جربة الوشيغي سورة بدن با إلهي كغاقي صودي نبي الله صالح يقوم كيسي ورهيت سمودة يعني وحياله دحمري إيو معجزة دي لسيي يقوم ثمود سيدا أي كل معاملة دان أي كل رغمان نبي إلهي إلهي أصادري يا إلهي إن بدن قرآن كان نوغا قصادي سورة لها كهد لي قصة صالح وقومه وحاكم سورة الأعراف سورة هود با كورنتي سورة الشعراء سورة النمل سورة الحجر سورة قمر سورة والشمس فصلت ذاريات حاقة يعني سورة لها سورة وحي كورميان قصة ثمود هي والنبي الله صالح. نبي صالح قبيل كالله دري وكرنا شيء رسم الأورنج دري وحي دقي جرين ودقان كودو أها ما هذا ما محروف هو ليلة مدائن صالح بلو يقان حجاز هي أردن بي أرد حيسا حجاز ودلك سعودية هي أردن يعني ذلك اللي يرادو أي أود حيسا آثار تودي يمليها أي دقي جيران ولي وحبا كسي باقي أهو آثار تودي وباقي أها اللي يرادو مدائن صالح أي اللو يقانا فاسمود وحي أهايان قولدي كوحيكتي أما قبيل كي كوحيكي راعد مركي إلهي هلاقي انتي نبي الله هود راعدي إيمان كقادتي مؤيانا وحي كالوردر مركي إلهي هلاقي وحكذا بي قوم ثمود إلهي باء النعمي يعني قبيل آدو فرب ذنبي أهايان إلهي باء نلك مكاني وإلهي باء النعمي ونلك مدائن كاس ليرادو أو أدحي يعني أردن إيا حجاز أدحي سنلك أسي دقي جيران dulka ayay camireen beero waaweyn iyo guriyo aad u dheer ayay lahaayeen buuraha ayay guriyo ka sameysan jireen ilaahay baa makaniyay dulka subhanahu wa ta'ala waxay sameeyeen marka la yimaadeen fasaad iyo inay ilaahay gheyrkii caabudaan ayay la yimaadeen nabiyullaahi saalix baa ilaahay u soo diray subhanahu wa ta'ala asagoo rasuul ah loo diray ayaga uguna yeerayo ilaahay cibaadadiisa iyo tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka noogu sheegayaa
سقو نوغو ورما يدعوذ النبي الله صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نبي صالح خيس ثمود أي الله هذا لي وحو يرقوم كيقيو إلهي عابدا إله كلام له دين ما أحد كلاه إلهي أنهين عبادة متيستي مجره توحيد كقاتا وهي عليه وكل أحد لي وحا كم دا إلهي نوغق صودي واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قوم كيجي وحصوصته مركي إلهي يعني إذا كدنا خلفاء يدك كدم بيفعد إلهي دونك دونك مكانيي أي إلهي إذا كدنا بركات كدونك الله إذا فري نعمة إلهي إذا سيي وبواءكم في الأرض دونك إلهي إذا مكانيي تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا يعني بل كستوى يعني قرية آيات كدستان يو سراء آذو دار دار يو قرية دار دار ونول كسيمان يو جوجل كأي قرية كدستان يان بورها نو يقضي يان نو يقرأ يان مركز يو قرية كسمين يان فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إلهي نعمو ينكيس حصوصة نول كهفس هادننا وظلمك إيا شركك إيا إفساد نول كداية يعني ساسي هاي دعوذي نبي الله صالح فيثمود ما أيسن أقبلن دعوتي ما أيسن أقبلن رسولك ويكهر ماذن نعمتي إلهي وقول نعمينا كما أيسن شكرنا ويكفريان وين الديدانين رسولك راعان فسادك إيا ظلمك أي وذين بيكسي مدحات كانين. إلهي بانواشيك قصدودي كذبت بمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فيثمود وحي بينيين خصوش الله صادري أو يعني قوم كرسولك الله صادري هدي بينيين وحي لم تهي أيغو خصوش إلهي صادري ونم بينيين حدي أي خصوش الرسول كمدا ورسولك الله صادري أيغا مركا أي خميان خصوش ونم بي وضا خميان لأن الرسول دعوه وضا حل بيهاي توحيد كإذاك أو ياريين مركا رسمود وحا إلهي كشا غيين أي رسوش إلهي صادر يوردن أي بينيين كذبت ثمود المرسلين رسمود رسوش الله صادر أي بينيين با إلهي لهي يعني رسول كي صالح آية الله صادر أي بينيين مركا رسوش يوردن بوي بينيين إذ قال اللهم أخوهم صالح ألا تتقون نبي صالح وحكيري والإلهي كبغى إني لكم رسول أمين رسول إلهي صادر أيه أذنك الله صادر أيه بأنه هاي إلهي كبغ ساسو كير فاتقوا الله واضيعون إلهي كبغ ويضيع تلسمود ما إيسان رمينين رسولك ما إيسان رمينين دعوذي إلهي نوي ديدين نبي صالح وحو أعدي وحي إلهي أقو أمري سبحانه وتعالى إنو إلهي أبو ريو خالق وديهي إنو إلهي النعمي نلك كان إنا عمران إنه إلهي مكانيو إلهي أفدو داي ووحو البابا الله فري يعني بيرأي أبورتان يقولي دار دارو أي دقان يوحك استو إمكانيات ونلك يعني منافع ديسيو نبا إلهي مكانيي فيعاد مكي لها لاقي قوم كي بدلي بي نقضان فيا ثمود وإلهي نلك نقول نحميي بي نقضان بحاكم ذها هذا اللي يسي وكل هذا اللي يي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إلهي وكي إذن أبوري إذن خلقي نلك أيو إذن مكانيي إلهي إذن بداف ويديست إلهي أطوبت كان إلهي سبحانه وتعالى وكدعاء أقبله أدون كيسنا مغليو أدو مركا يعني بريو يعني سداسو كوي قولها نبي الله صالح قوم كيسين.
جهلجودي يا عناتك يا مدحريجي أي كسي أتكالين وين الديدان هنا الرسول كوركي سدقيستان أو وحي كوي رادين وجوابته هذه النقطتين قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وحي رادين صالح وحاد أحد من أكثر ندى كوين وقيمة لدحدة ندى أحد إنت آذن وحان هذا أدنوه يريس آذن سمين ما وحاد نودي ديسا وحان أبيال كانيكي كسو قرده عابد جيران وحا أدنوه يريسو وإن إله كلي العابد شكبا نوغ جيرو مآ من سرين من الرميسنين أني هو كوكو راعي مين وحا أشيغيسو سيداسي مركا جوابتو دي النقطي way diideen inay xaq raacaan kibir iyo isla weyn iyo gaalnimo iyo kufri ayay la yimaadeen way diideen inay rasuulkii raacaan alayhi salatu wa salaam hadalladoodi iyo cinaadkoodi iyo madaxaday goodi bay sii wateen oo hadalladoodi waxa kamid aha ay ku lahaayeen rasuulka ugu jawaabayeen qalu inma anta min al musahharin waxa bad kamid tahay niyahow dadka la sixray baad kamid tahay waa sixran tahay hadalka aad ku hadlayso hadal qof yani aqli la uu ku hadlo maaha waa sixran tahay rasuul ma tihid wax had aad noola imaatay oo aniga aan raacaynana ma jiro saasay leeyihiin dhexdoodii baa isla hadlayo markaas waxay leeyihiin abasharan minna waahidan nattabicu inna idan la fii dalaalin wa sucur ma qof bini aadanoho annaga naga mid ah miya ilaahay rasuul ka dhigay makaasan raacayna oo wuxuu noo sheegay aan rumaynayna hadii aan ba raacno bashar bini aadan oo annaga naga mid ah hadaan raacno baadi ma noqonayna aulqiya dhikru calayhi min baynina bal huwa kadhaabun ashir asagoona dhex jooga miyaa waxyi lagu soo dejiyey oo rasuul laga dhigay maya been buu sheegayaa waxa waxaan rumaynayna ma aha marka nabi saalixna markaa hadalkiisii muxuu ahaa sayaclamuuna qadan man ilkadaabu lashir yaa ilaahay nooga qisooday subxaanahu watacaala qofka yacni beenaalaha ah ee kadaabka ahee sharta badan waa la ogaan doonaa midka uu noqdo inuu ayaga yahay iyo inuu rasuulka ilaahay soo diran yahay way kala cadaan doontaa arrintu gaalnimadoodii bay ku madax adeygeen way diideen inay rasuulki raacaan calayhi salaatu wasalaam qayb yar oo dadkii yacni kamida shacabka ahaa kamida ayaa iimaankii qaatay kuwii madaxdooda ahaa waxay yidhaahdeen marka hadduu saalixna sii dhex joogo oo sidaa noo sii dhex joogo dadka waxuna u sheego yacni dad badan buu naga duufsanayaa arrintiisa aan ka hor tagno wax uuna yacni sabayn karin aan u dirno si markaa dadku ay uga cajizaan oo waxa uu sheeganaya inuuna waxba ka jirin ay dadku u rumeeyaan aan xujeyna yidhaahdeen markaa aan xujeyno oo marka hore yacni ayahay aan xujo aan ku xirno wax uusan keeni karin aan u dirno marka waxay su-aasheen yacni mucjizaad natus bay yidhaahdeen mucjizadana waa yacni ayagaa isu sheegay oo waxay madaxdoodii ku tashadeen yacni wax mucjizo ahoo arrin adag ah oon qofnaba keeni karin aan u dirno si arrintiisu marka ay u beenowdo markuu keeni waayo oo loo ogaado waxay yidhaahdeen marka waxaan kaa doonaynaa saalixow haddii aad rasuul ilaahay tahay waan ku raacaynaaye dhagaxaas weyne halkaa ku yaala jabalkaas ama buurtaas waxaad ka soo saartaa hal iyo qurbaceedi qurbac yaroo ay wadato hal yacni tilmaanteeda iyagu ay tilmaanteen waa hal weyn oo intaa la-eg oo sidaa iyo sidaa u eg oo markaa
الو شيخ ما لقوا مغلين حقا ميجا كو عاشر كي ها هاي نور شيخ نبي الله صالح إلهي بو بري سبحانه وتعالى إلهي با أجيبي سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعوته إلهي دعوتي سبو أقبلي وحا إلهي أسو ساري ونجحي أغسو ساري بقدرته سبحانه وتعالى هشي أيغا أي تلمانتين صفدي أي تلمانتين له أو يعني قرب عوضته أيام نجحي كصباح نبي الله صالح مركب وحكويري سومينا ويديسانين هل تلمانتا هي تلمان لا تلمانتا له نجحي بالي كغسو صار وطا هشي هشا اسكا إلالي هذه ناقة الله لكم تنوى هشي إلهي يعني وحا اللغو إضافين إلا فلو يعني إضافة تشريف وتعظيم بالي وهو يعني وهل معجزة وإلهي حقيسة لا إذن كغكيري يا سيدي أد ويديستين وأد دلبتين هشا مركا إسكا إلالية هشا إسكا إلالية قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وهشي إلهي وآيد معجزه عاد هشا إسكا إلالية هتابنين وحدي باتاه هو جيسنين ومركا عذاب أدق إدين كسو دقو عذاب أدق بايد إدين كسو دقو إيو هدي آد هشا تابتان هشو مركا وهل معجزه وحاصفات كيدا كمدا بيها أي كعب بيان هل مالين هشا أي عبيس اللوغو تقي مايو مالين تكالي أيو مركا ليهين وأيو عبيان مالين هشا عبيسو مالنا أيجا عبي مرك مالن يعني بيه عبيان ويدودي جوغيان وعيلك كعبيان مالن تبريو كلانا وحي عبي لهايان ويصحي قادم يان وبيه ودي مال بيكو شبان يان مالن تعدم بمرك كهاشا كل جيد مبا عبيسو عد كلا أو بيها لو داقي كرتا أما لعبي كرتا مجرت كل جيد مبا بيه عبي أيجونا وحي كود قيسا لما أنتوا دوحي أهايان ودن عاني كود قيسا وهاش وهل أدعى أنا بدنه يعني قبيل كارهي سمود وإدل يهاش عانك ودقة إذا مرك هاش صفات هذه ساسة النقطي هاش بقى مرك جزء عجيب كل نقطي إن بدنه كم دا وأول ذاتك دي دنايا ونبي نبي صالح كهر إما سنا كم دا أيام مرك معجزة دي أركان أي إلهي روميان وإقاتين رسول كراعين تيبا مركا هادانا ديباتا كسي نغطي كوو دي مدح داها وحي اي قبصدين نوالو حجيي ومعجزة دي والاسيي نبي الهي وحي وحال وحي سمييان باي مركا غير لأيهين ويفكيرين مدكا ديب هادانا كوو دي مدح داها با وحي ليهين مؤمنين تي لحد ليان قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه كوي مدح دابا وحي ليهين مؤمنين تي وحي ليهين مصدعفين تاها وددك ده انت ايمان كقادتا اي يربايا هايين وي مركا وي اللي ده يان وقل يهان كلا ان واكوي حولها اي مدح دا اي مامولكا يعني قبيل كوردن بلا هاوي ما واحد امن سنتهين وحا او يعني صالح ان الهي حقي سلقا سعدري او رسول الهي يهي مساسات امن سنتهين قالوا انما إنا بما أرسل به مؤمنون هابا يلادين وحن آمن سنهي إن إلهي حقي سلقا صادري والرسول إلهي أوليهي ساسا آمن سنهي وانا الرمي سنهي وانا الراعني وحي يلادين مركا كوي مدحبها أنقو وحا أتشيغي سان وان ديدني وانكو كفرني نبي صالحنا مر رمي سنه إنو نبي يهي قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون waxa aad rumaysan oo saalih rasuulnimadiisa ah anagu waan diidnay yiraadeen ma aaminsanin mana rumaysnin bay yiraadeen marka bu aamaraad bay sameeyeen waxay marka ku tashadeen
إنه هش الدلان هشن وإن للدلان بيرادين سي أي ماشي أقرب حدا أرنت يا دوب أقرب حدا وإن يعني هشن دلنا أي يرادين سيدا بقى مركه هش الجود ليا هش يصير الجود ليا لها بقى مركه عريس نقطي قف كدي لها يصير الجود ليها بقى مركه سي أرق نقطي مركه أرنت يعني مؤامرة دي مدة أي ودين waxa marka soo baxay laba dumar ah laba hablood ama laba islaamood oo reese mud kamid ah oo laba islaamood oo xunxun ah mid magaceeda waxa la oran jiray saduuq ma la oran jiray ibnatul muhayya waxay ahayd islaam aad u qurux badan hanti badan iyo maal badan leh nin kuwi sharta badnaa kamid ah مصر على الأورنجري ابن المهرج الأورنجري أيه نفط هذا أوبن بكتاب واحد تري هدي أرهاش ديشو وادي قرصنا إسا مال كيجي يو أنا قبل يعني هذا إسكاله هدي أرهاش ديشو أتجور عدو مثل لباد إسلام تلباد عنيزة الأورنجري بنت غنيم اسلام وين بي هيد ايضو افر قبضوت بي لهيد او قرقروح بذن في سمود كي او شقي سنائي او خير درنا وامدك هاش الدل دوري قدار بن سالف بالورنجري كاسا الان هذا شو وحي كتري هداد هاش الدشو افر تيدا قبضوت مدى الله مدى ربطان كسين ايا مدى كدورته ايان كسين ايا labadoodii ba marka arintii iyo go'aankii ballankii inay fuliyaan ayay go'aansadeen oo ballan qaadeen en kuwi ashraarta aha ee sharta badnaabay yaani ka soo dunteen dad ka soo dunteen ilaa 9 qof ay noqdeen marka 9 qof ayay noqdeen 7 kale ay heleen 9 bay noqdeen سجال بيدق بين سجال كأيجا آه وأكو إلهي ونوغش شاقي في سورة النمل وكان في المدينة 9 رهد يفسدون في الأرض ولا يصلحون وحاكسونا مقالة سقال يعني مفسدين وأن وحدها قاجنين مركا وسقال كاسقفوا الرئيس المتكملة وحي مركا كتشدين هشا إن أيدلان نبي صالحنا أيدلان labada go'aan bay qaateen hashi ayay marka dileen gudar bin salif mid kale yiraado oo 9 ka mid aha oo ilaahay fi surati washamsi uu noo sheegay idin ba'atha ashqaaha wa ashqa qawm samud gudar bin salif ninka la yiraado ayaa marka hashi dilay hashi bay dileen oo boqon gooyeen markay hashi dileen qurbici uu cararay baa leeyahay buurti ayuu fuulay dhagax ayuuna galay dhagax ayuu galay oo way waayeen bidhaantiisi way waayeen inay dilaan bay rabeen asagane laakiin qurbici dhagaxii ayuu galay oo ma aysan arag dibdaba oo ma arag yacni mufasiriintu waxay yidhaahdaan iyadoo yacni lasoo yacni laga soo warinayo axaadiis ku soo arooray in daabada yani hadhow saacadda qiyaama calaamadkeeda kamid oo soo bixi doonto inuu ba ahaa yani hasha fasiilkeeda iyo qurbici inuu noqon doono markay hashi dileen nabiyullaahi saalix ilaahay buu bariyay subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuxuu u sheegay in la halaagi doono reer samud
oo halaag uu ku soo degi doono. U sheeg baa la yidhi cadaab baa u imaan doone. Marka wuxuu ku yiri Nabiyullaahi Saalix, amarkii Ilaahay baad diideen, hashi Ilaahay ee mucjizada ahayd ee la idiin soo dirayna waad disheen, gaalnimo iyo fasaadkii baad yacni ku madax adeegteen oo laydinka kari waayey. Naseexadii iyo wixii aan idinkugu yeerayo khayrka ahaana waad diideen, cadaab ayaa idiin imaan doono oo idinku soo degi doono. Muddo intaan loo qabanin waxay markaas yidhaahdeen Saalixna waa inaan dilnaa asagana, oo asagana aan arintiisa ka takhallusno oo aan dhamayno. Saas ay yidhaahdeen. Qolada ayagoo hashi dishay ayaa marka fasaadoodii iyo xumaantoodii ayaa markaa yacni kusii madax adeegay, oo waxay yidhaahdeen Nabi Saalixna waa inaan dilnaa asna. Qaaluu taqaasamuu billaahi lanubayitannahu wa ahlahu thuma lanaquulanna liwaliyihi maa shahidnaa mahlika ahlihi wa innaa lasaadiquun. Waxay isku dhaarsadeen Nabi Saalix iyo ehelkiisii inay habeen un intay kusoo dheermadaan ay miraan oy eber ka dhigaan, markaana ay yidhaahdaan anagu war uma hayno, mana ogin wixii halaagay oo wax u geystoo laayay ma garanayna. Saasay yidhaahdeen ku dhaartaan arrintaana run baan ku sheegaynaa, waxba kama ogin, aan sidaa ku dilnay. Yidhaahdeen hadhowna aan sidaa idhaahno. Wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun. Makri bay maleegeen inay dilaan Nabigii Ilaahay oo ay dhibaato u geystaan bay ku go'aansadeen makrigaas, oo hadhowna ay inkiraan. Annagana wuxuu yidhi Ilaahay subxaanahu wa tacaala, makrigoodii baan ku abaalmarinay. Wamakarnaa makran, makrigoodii baan ku abaalmarinay, abaalmarintiisi iyo jazihiisi baan u diyaarinay. Wahum laa yashcuruuna, iyagoon waxba ogeyn. Fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim anna damarnaahum wa qawmahum ajmaciin. Ayagii waa kuwii tashanaya sagaalka ahaa iyo qoomkoodii reer Samuud oo dhan ba intii iimaanka diiday oo shirkiga iyo dulmiga laga kari waayey waan halaagnay baa Ilaahay yidhi. Anna damarnaahum wa qawmahum ajmaciin, ayagii iyo qoomkoodiiba waan halaagnay. Fatilka buyuutuhum khaawiyatan bima dalamuu ina fii dalika la aayatan liqawmi yaclamuun. Guryahoodii iyo degaankii ay degi jireen wataa khaaliga ah, dulmigii ay sameeyeen sababteeda, taa cibraa ugu sugan dadka wax garanaya, dadka Ilaahay amarkiisa qaadan waayo oo rususha loo soo diray beeniyo oo xaqa raaci waayo, sidaa unbay aakhirkoodii iyo ciribtoodu noqoni. Guryahoodii wakaa khaali ah, degaankii ay degi jireen oo camirnaa wakaa ibarka ah, wax jooga aan lahayn. Fatilka buyuutuhum khaawiya bimaa dalamuu ba Ilaahay, dulmigoodii sababtiisii ayuu dhulkoodii oo dhan eber u yahay, waa dhammaadeen, wax ka nool ma jiro, naf iyo maalba waa eber bay noqdeen. Dadka wax garanayo ee wax fahmahayana aayad iyo mucjizay u tahay weeye. Wa anjayna alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun, dadka mu'miniinta ahaan badbaadinay, kuwii Nabiyullaahi Saalix raacay, rasuulkii Ilaahay iyo intii mu'miniinta idoo raacday baan badbaadinay. Wa kaanuu yattaquun, iimaanka lahaa ee naga baqi jiray ee cibaadada ku dadaali jiray shirkiga iyo xumaanta iska ilaaliyay, kuwa waan badbaadinay baa Ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. Nabiyullaahi Saalix qoomkiisii wuu la hadlay, wuxuu yidhi saddex beri unbaad nooshihiin, saddexdaa maalmood iska raaxaysta iska noolaada, cadaab baa idinku soo degi doone, soo hashi miina gowracin. Faqaala tamattacuu fii daarikum thalaathata ayaamin daalika wacdun gayru makduubin. Saddex beri iska noolaada, wax iska cuna, saddexdaa maalmood unbaad muddo haysataan, waa wacdi iyo ballan Ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo sugnaaday oo gayru makduubin, marnaba aan la beeninaynin oo la baajin doonin weeye. Saddexdaa beri baad haysataan. Saasuu marka qoomkiisii u sheegay. Saddexdii maalmood waxaa la yidhi maalinta koowaad ee yacni saddexda maalmood axad baa la halaagay iyagoo dhammaadeene, yacni khamiis ayuu ahaa yoomka koowaad, yoomkii koowaad bay dhammaysteen.
maalintii markuu waagu u bariyay wajiyaalkoodi baa isbedelay, sufra ayuu noqday wejigoodii, wejigoodii buu isbedelayo sufra ayuu noqday, yelow buu noqday. Falamaa amsuu, markay qoraxdu u dhacday maalinta ay dhammaysteen, naaduu way isu dhawaaqeen, alaa qad madaa yowmun min alajal, saddexdii beri maalin baa ka tagtay. Suma asbaxuu fi lyowmi thaani, maalintii labaad baa waagii u baryay, wahuwa yowmu aljumca weeye, wawujuuhuhum muxmira, wejiyaalkoodii wuu guduuteen, kulli waa wada guduudan yahay wejigoodii. Falamaa amsuu, markay gabalkii qoraxdii u dhacday, naaduu way isu dhawaaqeen, alaa qad madaa yowmaani min alajal, muddadii laba maalin baa dhammaatay. Suma asbaxuu fi lyowmi thaalis, maalintii saddexaad ayay waa bariisteen, wahuwa yowmu sabti weeye, wawujuuhuhum muswadda, wejiyaalkoodii waa madoobaan, kulli wejigoodii waa madow yahay. Falamaa amsuu, maalintii markay qoraxdii u dhacday, way dhawaaqeen, way isu yeereen, alaa qad mada alajalu, ajalkii wuu dhammaaday, saddexdii maalmood waa dhammaatay. habeenkii bay baryeen. falamaa kaana sabiixatu yowmi alaxad, maalinta axaddaa subaxeedii markii la gaaray, taahabuu way diyaargaroobeen, waqacaduu yantadiruuna maadaa sayaxilu bihim min alcadaab, saddexdii beri ee na loo ballan qaaday waa dhammaatay, maxaa maanta noo imaan doono. halkii bay godad bay qoqoteen, godad bay qodeen, godadkii bay galgaleen, waa la sugayaa xaggee laga imaan doonaa, xaggee looga imaan doonaa ma oga, dhinac looga imaan doono, waxa uu imaan doono ku dhici doono isma ogo. qoraxdii baa soo baxday, qoraxdii markay sidaa usoo baxday yaa waxay u maleeyeen inba loo kaadiyey oo dib looga dhigay, waxay yidhahdeen war qoraxdii baa soo baxday weli wax ma aragne. markaa ayaa Jibriil baa soo baxay, qoraxdii meeshay kasoo baxaysay dhinaceedii ayay ka arkeen muuqaal kasoo muuqdo qoraxdii qariyay. markaasay godadkii madaxa ay kasoo bixiyeen bay kasoo babaxeen bay ku carareen. Jibriil baa markaa ku qayliyey, faakhadathu rajfatu fa asbaxuu fii daarihim jaasimiin baa ilaahay. waxaa qabatay sayxu, yacni sayxa lagu halaagay qowmu saalix, Jibriil baa ku qayliyey. qayladii uu ku qayliyey hal mar keliya uu dhawaaqay, yaa nin la arkaba wadnihii baa istaagay, wadnihii baa ku dhex dhacay. wadnihii waxaad moodaa intii lasoo qabtay in lasoo gooyey, qayladii keliya markaasay mayd halkiiba ku wada dhaceen. dhulkiina waa lala gooyey, waxaa laysugu daray markaa lulid, dhulkii lagu lulay iyo qaylaa laysugu daray, markaasay naftii ka wada baxday. fa asbaxuu fii diyaarihim jaasimiin baa ilaahay, maydkoodii iyo jisadoodii baa sidaa u daadsan oo wax ruux ahoo ku jirta aan jirin, way dhammaadeen. annaa damarnaahum wa qawmahum ajmaciin baa ilaahay, fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim, bal dulmigoodii iyo makrigoodii ay nabi saalix u maleegayeen iyo mu'miniinta iyo dhibaatadii iyo fasaadka ay samaynayeen ciribtoodii waxay noqotay, bal fiiri baa ilaahay, annaa damarnaahum wa qawmahum ajmaciin, ayaga iyo qoomkoodiiba waan halaagnay. kuwii madaxda ahaa iyo kuwii ashraarta ahaa ee dulmiga iyo dhibaatada iyo ka shaqaynaya makriga iyo fasaadka iyo qoomkoodii oo dhanba waan halaagnay. fatilka buyuutuhum khaawiyatan bima dalamuu ina fii dalika la aayata liqowmi yaclamuun, guryahoodii iyo degaankoodii waa eber, wax ka nool ma jiro, waa la baabi'iyey, eber baa ilaahay ka dhigay. inaa arsalnaa calayhim sayxatan waaxida fa kaanuu ka hashiimi lmuxtadir, qaylo ayaan ku dirnay baa ilaahay leeyahay. Jibriil baa hal mar ku qayliyey, markaasay hal mar keliya waxay noqdeen bal la shafay oo kale, dhulkay sidaa u taadeen, ruuxdii baa ka wada baxday, markaasay wada dhammaadeen kulligood, xabadna kama noola, ilaahay waa halaagay, reer Samud waa la halaagay. waxaa ilaahay badbaadiyey subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi saalix iyo mu'miniintii raacday baa ilaahay badbaadiyey. markii ayagii la dhameeyey oo waxay nicmo haysan jireen iyo waxay wanaag lahaayeen iyo guryaha waaweyn oo ay lahaayeen, wixii oo dhan waxba ooma tarin. famaa aqnaa canhum maa kaanuu yagsibuun, waxay kasbaayeen iyo waxay haysan jireen midna wax ooma tarin, waa la halaagay, way baaba'een. ka'an lam yaqnaw fiiha alaa ina thamuuda kafaruu rabbahum
ألا بعد لثمود بإلهي وابا أيقون ولقود أهانين أيقون جرين بإله من نقدان في ثمود وي كفريين رب قود بيكو كفريين قوم ثمود ألا بعد لثمود بإلهي في ثمود هلاك با أسقنات بعد با أسقنات ولا هلاك وحا إلهي بدباديه سبحانه وتعالى نبي الله صالح المؤمنين تبا إلهي بدباديه وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون بإلهي وحن بدبادي با إلهي كوي إيمان كي يتقوى لها إيه نبي الراعي إيه أمر كي نقاتي كوى وان بدبادي وحد باتوه تابتين مجره نبي الله صالح مركي قوم كي سلها لاغي أسغي المؤمنين تي لسعوتي وحي أوريغين مركا فلسطين حق هذا أيو أوريغي نلقى شام بودغي فلسطين بودغي مدى أيو مركا هلكاس أيو نبي الله صالح كسونا وهو يمد هذا مكة أيو يمد وبيت كإلهي بالأنبياء وأسوأ حجين جيران وإيمان جيران هلك أيو يمد مدى أيو كنا جابا ليلة هذا مكة وكنا جا فأقام بها يعبد الله حتى مات مكة أيو كل انتي نبي الله صالح ومكة أيو كأسيه هاي وهو رسولك عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس لقى ورنا أيه وهو صامر إيماش ليلة هذا واد عصفان وهذه اللي إذا مركو حجنا يا سو حجنا يا سو بكر بمركو ويجي وحو يخوي يا أبا بكر أي واد هذا وهذه إن كاها مركو سو بكر وحو يري وهذا عصفان ويا رسول الله وحو نبي عليه الصلاة والسلام لقد مر به هود وصالح على بكرات خدمهم الليف أزورهم العضاء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق هل كان وحا سومري او مرجري نبي هود يا نبي صالح او قاديد سارن معناه جيل سارن ركوب باي سارنايين يعني او هزقنتي ايو قاكرا ايي قبان ويتلبيي سنيان بيتك الهي ايو عتيقة ايي حجنيين ساسو نبي عليه الصلاة والسلام ان هلكا ايو مركا نبي الله صالح مكا ايو كردنتي مكان الوقوع صيبا ليرادا بحا ليرادا سيدا ابن جرير الطبري وتفسير كي تكسر نقيل ايو وحولي نبي الله صالح مكا ايو كردنتي وهو ابن 58 سنة كنتن يسيدات سنة ايو جرين قوم كي سنة لباتن سنة ايو دحجوغي والرسول هاي دعوذي يدينت وقويا ري صلى الله عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام بسدي نبي الله صالح يقوم كيسي أي أحد مداس ودرس النشانات وبسدي النبي صالح يقوم ثمود وقوم كيسي هو الله دري أيوه درس جاني وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله سبحانه وتعالى أعلم.